السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. أرحب بكم من الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناتي المتواضعة على اليوتيوب. حلقتنا النهاردة حلقة جديدة بعنوان غض البصر، بعنوان غض البصر، فوائد غض البصر. قال ابن القيم رحمه الله، قال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، الله نور السماوات والأرض. سر هذا الخبر أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. وهذه فائدة عظيمة، وهذا الكلام موجود في كتاب إغاثة اللهفان الفصل الأول صفحة 48. وقال ابن القيم أيضا: فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته والعياذ بالله. وهذا الكلام أيضا موجود في كتاب روضة المحبين صفحة 102. غض البصر مسألة مهمة جدا، في ناس مش بتبص على المحارم بس، لأ ده في ناس يعني بتعمل أكتر من موضوع النظر ده، ده بيبصوا كمان بيروحوا يحكوا لبعضهم حاجات محدش يرضاها أصلا على نفسه. في ناس بتقعد تتجسس، شوف ده بياكل ايه، بيلبس ايه، بيشرب ايه، بيمشي مع مين، بيكلم مين، تفضل تخوض في المواضيع دي، وده عمل سيء جدا للغاية، خصوصا ان هو مش مبني اصلا على الاصلاح. يعني انا ممكن ابص عليك وراقبك، ده في حالة واحدة بس، لو انت مثلا يعني عزيز عليا فانا عايز اطمن عليك، مش بالتجسس اللي هو بمعنى التجسس، لا، بمعنى ان انا بقرب منك، بحاول اتفهم وضعك ايه، تصرف ازاي، ممكن يكون زميلك في الشغل بيتعامل معاك بطريقة وحشة، حاول تقرب منه تفهم هو ليه بيتصرف كده، في حاجات مضايقاه شخصية، في حاجات مضايقاه نفسية، حاول تقرب منه، يمكن تقدر تساعده او تكون متصالح معاه. وهي حاجة صعبة جدا، لكن دي مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا الأساسي النهاردة هو فوائد غض البصر، وإزاي الواحد لما بيغض بصره عن المحارم وعن الحرمات وعن الفواحش وعن غير عن أي شيء سيء، إزاي ربنا بينور بصيرته. أتمنى حلقة تكون عجبتكم وأفادتكم، أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.